ابتدي يا فرحة المجد الكبيرة وافزعي لي يا طوارق المعاني كل جديد وحصري في تخرج منه للعليا مسيرة بعد بال الحان نهديها التهاني ابتدي يا فرحة المجد الكبيرة ابتدي يا فرحة المجد الكبيرة وافزعي لي يا طوارق المعاني في تخرج من هو للعليا مسيرة في تخرج من هو للعليا مسيرة بعد بال الحان نهديها التهاني الشهادة جبتها بختم المسيرة الشهادة جبتها بختم المسيرة بالإرادة والعزيمة والتفاني وما خذت من العلوم إلا الغزيرة خذيت من العلوم إلا الغزيرة وصيدلاها علوم اكسماني صرت دكتور بالفخر خطيت سيرة وتحقق حلمك وأغلاله يا ولد شيخ مواقفه كبيرة يا ولد شيخ مواقفه كبيرة بين ربعه له مقام وله مكاني هذا أمك تفخر دوم يا نور العياني نعم بأخوانك مواقفهم شهيرة محزمك لشانة ظروف الزماني النجوم المستنيرة لك خواتك النجوم المستنيرة بالحلا والزين شيخة الحساني والختام يلا عسى ايامك سفيرة فالك التوفيق وافراح وتهاني ابتدي يا فرحة المجد الكبيرة ابتدي يا فرحة المجد الكبيرة وافزعي لي يا طوارق المعاني في تخرج من هو للعليا مسيرة في تخرج من هو للعليا مسيرة بعد بال الحان نهديها التهاني الشهادة جبتها بختم المسيرة الشهادة جبتها بختم المسيرة بالإرادة والعزيمة والتفاني وما خذت من العلوم إلا الغزيرة وما خذت من العلوم إلا الغزيرة والصيدلاها علوم اكسماني صرت دكتور بالفخر خطيت سيرة وتحقق حلمك وأغلاله يا ولد شيخ مواقفه كبيرة يا ولد شيخ مواقفه كبيرة بين ربعه له مقام وله مكاني هذا أمك تفخر دوم يا نور العياني نعم بأخوانك مواقفهم شهيرة محزمك لشانة ظروف الزماني لك خواتن كالنجوم المستنيرة لك خواتن كالنجوم المستنيرة بالحلا والزين شيخة الحساني والختام يلا عسى ايامك سفيرة فالك التوفيق وافراح وتهاني استديوهات رنين.